في مشهد أثار متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بل المجتمع كله، ظهر مجموعة من الشباب وهم يتشاجرون بالسكاكين، ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة 3 آخرين نقلوا على إثرها إلى المستشفى. الجهات الأمنية من جهتها باشرت الحادث ولا تزال التحقيقات جارية لكشف المتورطين. هذه الحكاية عرفت بمضاربة الحمدانية، وتفاصيلها الكاملة معنا في هلا نسمعها من عم القتيل الذي يعني راح ضحية في هذه المشاجرة، الأستاذ عبد الكريم الزبيدي الحربي. أستاذ عبد الكريم حياك الله معنا في هلا، عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم. وجزاك خير وأكتب لكم الأجر إن شاء الله. أولا أنا أشكر لك تجاوبك معنا ومع البرنامج في ظل كل الظروف اللي جالسين تعيشونها، الله يرحم أحمد ويغفر له ويدخله فسيح جناته يا رب. لو تحكي لنا اللي صار، يعني مثل ما عرفت، مثل ما وصلك، مثل ما عايشته. الله يجزاكم خير. احنا الآن طلعنا، أنت الآن على الهواء؟ احنا على الهواء الآن. نعم تفضل. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنما اللي حصل إنما هذا قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى، ونعم بالله، ولا رد لقضاء الله. وأنت يا أخ مفرح مذيع ووطني وقناتك قناة وطنية، والخوض في التفاصيل وفي الأشياء هذه نتركه إلى الجهات الأمنية وللنيابة العامة، لأن ما زال التحقيق جاري ولم ينتهي لسه إلى الآن، ونحن في ظل دولة عادلة ومن قادتها ومن نظامها ومن محاكمها ومن جميع إجراءاتها لا يظلم فيها أحد بلا شك، هذا واثقين منه. ولكن الخوض في التفاصيل لا يخدم الآن في هذه الساعة وهذا اليوم وهذا التوقيت، لا يخدم التحقيق ولا يخدم العدالة. لا يخدمها من أي جهة أستاذ عبد الكريم؟ من أي جهة؟ لأن الآن ما زال التحقيق جاري وحصر القضية وإنهاءها وإخراج نتائجها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لقد اتصل بنا بعض الصحفيين وبعض الإعلاميين ورفضنا التجاوب معه، ولكن لسيرتك وسمعتك الطيبة الوطنية الجميع يثني عليها تجاوبنا معكم. لكم الشكر والتقدير والتحية، وهذا محل تقديرنا، يعلم الله محل تقديرنا. نعم، ولكن الخوض في التفاصيل يستغل من بعض القنوات المغرضة والتي تحاول تفبرك الأخبار وتضفي عليها بعض التفاصيل، والقصد منها الإساءة إلى أمننا الوطني وإلى دولتنا وإلى قادتنا وتصوير وتصوير الموقف بخلاف الواقع لأغراض خارجية مأجورة تتمنى مثل هذه الأحداث ومثل هذه المواقف ومثل ما حصل لفبركة الحقيقة والوقائع الحاصلة. الغرض منها الإساءة إلى وطننا وإلى بلدنا وإلى قادتنا. طيب أستاذ عبد الكريم، ونحن تفضل ونحن في ظل قيادة من خادم الحرمين الشريفين إلى ولي عهد الأمين وإلى وزير الداخلية ولجميع مسؤولين وحريصين على استتباب الأمن. طيب. وعلى سلامة المواطن وعلى سلامة أمنه ووطنه، ولكن ما حدث هذا أمر قد يحدث في أي بلد وفي أي وطن وفي أي مجتمع. نعم. طيب أستاذ عبد الكريم، إذا تسمح لي بعد إذنك، نعم إذا تسمح لي
أولا أنا أحيي فيك هذه الروح الوطنية الجميلة وهذه الأريحية وهذا الصدق وهذه الشفافية، أحييها فيك وأشكرك عليها. ثانيا أنا أشكر لك تقديرك لي وليا هلا وللبرنامج وللقناة وظهورك معنا اليوم واختيار البرنامج أنك تظهر فيه، هذا والله العظيم من محل تقديرنا واحترامنا ويظل من المواقف المحفوظة لك. ثالثا حديثك عن العدالة في السعودية وفي القضاء السعودي وفي ولاة أمرنا، هذا احنا نصادق معك عليه ولا يساورنا أي شك فيه نهائيا. رابعا نتفق معك في موضوع أنه ما نفتح نافذة لأي أحد أنه يسيء للوطن، لا من قريب ولا من بعيد. وأنا صل على النبي بس. كمواطن ايه؟ كمواطن ايه؟ حتى جميع من اتصل بنا أي. من 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 من, من يسمون انفسهم اعلاميين او يسمون انفسهم صحفيين يعني كلنا احترام للجميع. وجهناهم الى اخذ التفاصيل او اخذ الخبر من قنوات الرسميه، المتحدث الرسمي لاماره منطقه مكه المكرمه. طيب. او المتحدث الرسمي لشرطه منطقه مكه المكرمه او المتحدث الرسمي للنيابه العامه. شايف؟ طيب الان استاذ عبد الكريم، اما الحق اي الحق الخاص. طيب فنحن مطمئنون كامل الاطمئنان بان سوف ناخذ حقنا على اكمل وجه وعلى افضل حال لثقتنا في مسؤولينا وفي محققينا وفي رجال امننا، ولن يضيع دم ابننا هدرا باي حال من الاحوال. هذا احنا طويل العمر متاكدين منه، ولكن السؤال أيه. استاذ عبد الكريم، اما اثاره البلبله او 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 تحميل او او تحميل الامر الى ان يوجد خلل او يوجد شيء في 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 في, في, في امننا، هذا غير صحيح وغير واقع. لا ما حد صل على النبي، ما حد يقدر يشكك في امن المملكه العربيه السعوديه ولا 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 في رجال امنها. انا احرص على النقطه دي، هذه اكيد، لان في قنوات أي. وانت تعرفها وانا اعرفها والمجتمع السعودي كله يعرفها اي، لاحداث شرخ، لاحداث بلبله، سواء بين المواطنين او دولتهم وقادتهم او بين المواطنين بينهم البين. يا رجل هذول لن يستطيعوا، احنا وقفنا جميعنا كقبائل مواطنين. نعم. ويسري علينا النظام سواسية ولا احد يستطيع المزايدة على احد او احد افضل من احد. هذا أبد مفروغ منه. أبد يا أستاذ عبد الكريم، أنا أرجع وصادق يا طويل العمر على كلامك وعلى وطنيتك العالية، وإحنا قوتنا وتلاحمنا ما حد يقدر يشرخها ولا يدخل بينها، ولكن الآن إذا سألناك على أسباب هذه الحادثة، هل عندك تحفظ معين إنك تجيب على الموضوع ولا ممكن تقول لنا إذا كان تعرف السبب؟ إحنا ما نتكلم على تدخل رجال الأمن ولا غيره، السبب يعني سبب وقوع هذه المضاربة اللي صارت وأدت إلى هذه النتيجة. والله السبب أي. الان يبحث في محققين النيابه العامه، واحنا لو ادلينا باي شيء تدخلنا في غير تخصصنا. نحن نفس المحققين يبحثون الاسباب ويبحثون النتائج ويصدر في نهايه المطاف يصدر بيان يوضح جميع الملابسات. أيه؟ واعتقد ان أبد أبد من حدك انت يا استاذ عبد الكريم ما يجيب على هذه او اصعب او قضيه معقده اكثر من ذي، يستطيعون التوصل الى نتائجها والافصاح عنها. طيب انت لكن انا لا استطيع، انت لا أنا لانك اتحدث الان على الاسباب، لان الاسباب نحن نعلمها. أيوة. نحن نعلمها، انت تعرف الاسباب، لكن ليس في مسألة التحقيق اننا اتكلم فيها او اخوض فيها. طيب انت أو اناقش فيها. طيب هل يعني بعد اذنك اذا تسمح لي وكان مقبول، هل اللي انتشر في تويتر وفي كل مكان من انه السبب موقف سيارات صحيح؟ تقريبا ان السبب تقريبا هذا هو، يعني انه بسبب موقف سياره.
انه بسبب ايه نعم انه تقريبا هذه الاسباب اللي موقف سياره انه بس تهاوشوا انه مين يوقف ومين ما يوقف ومين اخذ موقف مين. هو يدور الكلام حول هذا، لكن الكلام يدور الحدث يدور حول هذا الكلام، لكن التفاصيل الدقيقه لدى المحققين ولدى. طيب انا احترم تحفظك، كم العدد اللي جرحوا؟ يعني احنا عرفنا انه احمد قتل الله يرحمه، اللي جرحوا كم عددهم فعلا؟ ثلاثه ولا اكثر؟ والله في اثنين اي من طرفنا في الثلاثه في المستشفى اصاباتهم يعني متوسطه وما زالوا في المستشفى يتلقون العلاج. طيب نعم. الطرف الثاني واحد بس اللي قتل واصاب ولا والله مجموعه؟ والله اعذرني على الخوض في الطرف الاخر اي نهائيا. طيب من حقك كل اللي ودك تتحفظ أيه. عليه من حقك ابد، لان الان الموضوع موضوع ابد. صل على النبي يا استاذ عبد الكريم، احنا برغم احنا برغم محبتنا باجهزتها لا 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 انا اتفق معك، بس صل على النبي بوصل لك هالرساله. احنا برغم محبتنا انه نعرف التفاصيل وانه نوضحها للناس منكم علشان اللغط الكبير اللي صاير في تويتر وفي غيرها، بقدر ما احنا نقدر تحفظك ونقدر اللي تبي تقوله واللي ما تبي تقوله. هذا حقك، ظهورك معنا هذا شرف بحد ذاته. انا تحفظي انه لاسباب أنا علمتك بها، سببين جوهرية. طيب إنه مو من مصلحة التحقيق، وإنه حتى لا يساء للسعودية، وحتى لا يساء إلى 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 إلى, إلى وطننا، وإلى واستغلاله من قوة خارجية معادية أي. تبحث عن أصغر الصغائر. طيب أنتم كبيرة وتضخيمها أي. ونحن نحن أعلى، هم مهما قالوا نحن أعلم بوطننا وبقادتنا طيب. لكن نحن لا نسمح أي. ولا نعطي الفرصة. طيب القتل لأمثال هؤلاء. طيب إذا تسمح لي هذا سؤال يمكن بعيد لا عن التحقيقات ولا عن الإساءة، اللي هو طريقة القتل كيف صارت؟ وش الآلة اللي استخدمت فيها؟ والله الآن أسلحة بيضاء تقريبا، سكين نقول؟ أي سكاكين يعني سكاكين فيها. معناته في أكثر من واحد كان يحملون سكاكين ولا هو شخص واحد؟ والله يا طويل العمر الأمر يعني انت الان احنا نكتفي بما قلنا مثل ما تحب ابد. طيب طيب سؤال يعني سؤال اخير بعيدا عن هذا كله، ولا الاستاذ حميد الزبيد الحربي طمنا عنه، والد احمد، لانه كنا على امل انه يطلع معنا هاتفيا، وشنو صحته؟ والد طيب الحمد لله ومؤمن بقضاء الله وقدره الحمد لله، ولكن نقدر نتكلم معه أستاذ عبد الكريم؟ نطلب منكم ومن المشاهدين آمر والدعاء الله يرحمه الدعاء ويغفر له ويدخله فسيح جناته رحمة الله عليه، ولا بأن الله يربط على قلوب والديه وأحبابه بالصبر آمين. استلمتم جثة أحمد ودفنتوه ولا لسه؟ نعم استلمتم جثة أحمد ودفنتوه ولا لسه عشان موضوع التحقيقات؟ خلاص احنا على وشك احتمال الليله او احتمال الليله او بكره. طيب اعطوكم مثلا موعد لانهاء التحقيق وكذا ولا لا؟ التحقيق شغال ما ندري، هو ينتهي في يومين او في اسبوع او هذا 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 من شان المحققين في النيابه. طيب استاذ عبد الكريم حريصين واحرص ويمكن احرص منا بعد يعني ما فيها شك، هم اهل امانه واهل ثقه واهل عدل وابدا امورنا على في ايدي امينه يعني ابدا ما في شك. انا اشكرك يا طويل العمر وجدد لك العزاء، يعني عظم الله اجركم ورحم الله ميتكم، واتمنى انك توصل هذا العزاء الى والده الى والدته والى كل اهله ومحبيه. الله يرحم احمد ويتقبل بواسع رحمته، ومثل ما قلت احنا معك ونصادق على انه لن يضيع حق في وطن الحق. والله
عبد الكريم لسه معي ولا؟ طيب انا اشكر الاستاذ عبد الكريم الزبيدي الحربي وهو عم احمد اللي قتل امس في مضاربه الحمدانيه مثل ما عرف هذا الاسم. يعني حاولنا انه نحصل على اكبر قدر من التفاصيل لسبب واحد الا وهو توضيح الحقيقه كامله امام المجتمع بما انها صارت قضيه راي عام وحدث مجتمعي كبير وهناك الكثير من التفاصيل اللي تكتب اليوم في تويتر وفي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الحادثة. التفاصيل اللي ذكرها الأستاذ عبد الكريم هي في حدود المسموح له اللي هو حب أنه يذكرها، وسمعتم اعتذاره عن بقية ذكر التفاصيل في الأسباب اللي يراها من وجهة نظره. احنا في أهلا يجب علينا أنه نشكر الأستاذ عبد الكريم كثير الشكر، ونشكر أيضا الأستاذ حميد الزبيدي والد أحمد على تجاوبهم معنا من أول ما واصلناهم، من أول ما حاولنا نظهر يعني اليوم بالتفاصيل. شكرا لهم على اختيارهم يا هلا. الذي نتمناه ونرجوه في يا هلا وفي المجتمع ككل أنه الحوادث هذه لا تتكرر، خاصة لمثل هذه الأسباب. أعتقد أنه سبب بسيط مثل هذا لا يبرر يعني أن تسيل دماء مثل اللي سالت، قتيل وثلاثة مصابين إلى الآن. يعني أتمنى أن لا تتكرر هذه الحادثة، كانت مأساوية بكل التفاصيل. ننتظر أنه نعرف كثير من التفاصيل سواء من الجهات الأمنية أو من أهالي الشباب اللي كانوا في الحادثة، ولكن إجمالا الذي نتمنى الرحمة لأحمد، الشفاء للمصابين، ويعني أن يلطف الله بكل المصابين وأن نتجاوز مثل هذه الحوادث. وبعد الفاصل مكملين معكم.